ديبو 52 هو مشروع الجمعية التونسية للتعبير الفني الرقمي، اسمها تعبير، تعبير هو الاسم الصغير. ديبو تم افتتاحه رسميا في جويلية اللي فات تقريبا، يعني تقريبا 4 شهور توا. الفكرة سي اون سورت دانكوباتور دو بروجي، معناها محضنة مشاريع فنية. هو فضاء ينجموا الناس يقوموا فيه بالتجارب الفنية نتاعهم، يوفر لهم الاسباس، التأطير الفني ربما، المساعدة إدارية إذا يلزم. هو بطبيعة زادة فضاء العروض والإكسبو، معناها سان اسباس كولتوريل. هو زادة سان اسباس كولتوريل دو بروكسيميتي، دون لو سونس هو أنه موجود في وسط حي سكني وتجاري في نفس الوقت، مش بعيد برشا على العاصمة، أما في نفس الوقت بعيد شوية معناتها على الخدمات الثقافية. دونك سان اسباس ألتيرناتيف دون سو سونس لا. الفكرة هو سانا شومينمون دون ديمارش لوجيك بديناها من 2011، لانه البروجي المشروع نتاع تعبير يقوم على لا برودكسيون دو كونتوني، لا فورماسيون اي لو بارتاج، هي اللي تخلي اللي ترفع من المستوى معناتها. دونك نحاولوا نخلقوا مضمون فني، ونحاولوا ان المضمون الفني هذا يكون موجود على الاسباس فيرتوال اي لسباس ريال، وباش يرفع في مستوى مع كمساهمه منا في رفع مستوى ثقافي وفني معين في البلاد. انا لهنا جوست بالبروجي نتاعي معناها دخلت مع تعبير وديبو 52 خاطرهم يلفون سوتنيغ لو بروجي باش اسمه تيوزوفي. C'est une réunion de plusieurs champs spirituels. On aime le chèque et les musiciens, il y a même un homme qui est répété. Ça a été là où j'ai créé des espèces, il y a même un homme qui est carrément. Donc, on a mis des espèces qui sont en train de faire l'artiste. À part un article espèce blanche, il va faire l'espèce déjà pour présenter le produit interc. قبل ما يكون ثم فلوس ومن بعد مارشانديز في التاريخ الإنساني، ثم حاجة اسمها ليشانج، معناها هي لو تروك، معناها اللي هي أنك أنت تقدم لي اليوم خدمة وأنا نعطيك أن بيان في بلاصة ولا أن بيان أون لونكون دان بيان، معناتها كونتر بارتي دان بيان. وبوركوا نو با يوتيليزي سيت ميثود في الثقافة. الفكرة هي سامبل، أنه أي إنسان عنده أن بوزوان أون أبخونتيساج أون أن سافوار دوني il peut l'avoir، وفي نفس الوقت هو يقدم خدمات في جانب اخر، معناها ان فيديست يفهم في الفيديو، ينجم يعطي انفورماسيون في الفيديو، ويتعلم يشطح باغ اكزومبل، يتعلم الدانس كونتر بارتي، وهكاك والاخر يقري دون دي كور دو لونغ، وفي نفس الوقت اي بو بروفيتي دو ليسباس بور معناها باش يعمل لي زاكتيفيتي كولتيغيل نتاعو. نحنا دورنا سي دو فيغ لا كورديناسيون انتر هذوما الكل. كما يقول مثل التونسي، شاشيت هذا على راس هذا، وهذا بور لو بيان دو تو لو موند، معناها اون دون زان رابور غانيون غانيون، الناس كل رابحه في الحكايه هذه. هذه سي ان مود دو فينانسمون، هذه من بين الحلول اللي تنجم تعطيك نفس باش تكمل على لون تيرم. في تعبير نمنو انه لا كولتور سي الي برودكتريس دون فالور اجوتي، لا فالور اجوتي الي هيومين معناتها. دونك تهم الناس كل، معناها تو الموند دوا سي انتيريسي، وماهيش حاجه اليتيست، معناتها الثقافه والفن عموما بالنسبه لينا ماهوش حكر على فئه من المجتمع دون فئه اخرى، يعني الناس كل عندها حق الاكسيل للثقافه.